بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوضح حاجة اسمها HTTP method. احنا كنا متعودين في الكورس بتاعنا من أول ما بدأنا إن احنا بنعمل projects عبارة عن CRUD operations اللي هي الإضافة والتعديل والحذف والبحث على البيانات. ده ليه ما يقابله في فكرة الـ RESTful API على السيرفر. وخدوا بالنا وناخد بالنا طبعا إن احنا حتى الآن ما اتعلمناش ويب أبلكيشنز وسيرفر سايد وازاي نبني الاي بي ايز ديت والكلام ده كله، ده هيبقى ليه حل ان شاء الله معانا. لكن انا بس بنوه هنا عن الكراد اوبريشن اللي هي كرييت والريد والابديت والديليت. ما يقابلها في الاتش تي تي بي ميثود لما كنت بنعمل كرييت يعني اضافه، بتبقى الاتش تي تي بي ميثود اسمها بوست. تمام، بوست. في عند الريد دي اللي ما يقابلها جيت، يمكن دي وضحت في المثال اللي فات. لما اكون بعمل ابديت يو هي اسمها بوت. تمام، بوت في ال HTTP methods. والدي ديليت هي هناك ديليت عادي جدا. يعني ايه؟ يعني اقصد لما بروح على ال HTTP وانا بعمل كول للويب سيرفيس، في انواع لل HTTP methods. طبعا دول اربع انواع الشهيره، لكن في انواع اكتر، لكن دول اربع انواع الشهيره. تمام، ايه الخلاصه؟ الخلاصه ان احنا بنقدر نعمل العمليات دي. لما نكون عايزين نضيف بنعمل بنقول بوست. تمام، لما نكون عايزين نجيب نقرا بنقول جيت. تمام، لما نكون عايزين نعدل بنقول بوت، لما نكون عايزين نحذف بنقول ديليت، عشان ال HTTP يعرفنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان كل حاجه هتنادي عليها بيبقى ليها حاجه اسمها اند بوينتس. اند بوينتس يعني يو ار ال معين ومحدد، هو ده اللي من خلاله بنقدر نوصل للاي بي ايز بتاعتنا. يعني ده تخيل لو احنا عندنا بيرسون، بيرسونز دي يعني يوزرز كده متسجلين عندي وانا عايز اتعامل معاهم، فهتلاقي في الطبيعي في النورمال النورمال هنلاقي خمس حاجات: البوست، ومثلا عنوان الدومين دبليو دبليو دوت مش عارف ايه دوت مش عارف ايه كده سلاش بيرسونز، دايما بيبقى الشكل ده عشان كرييت نيو بيرسون ان داتابيس. تمام، طبعا كجيسون للنيو يوزر، يعني بنبعت كل البيانات كجيسون، وفي الغالب بنحطها في حاجه اسمها البادي. هنفرق ان شاء الله ما بين البادي وما بين الهيدر والحاجات دي، بس واحده واحده مش عايزين نلخبط. فعلى العموم اليو ار ال في الغالب بيبقى الدومين سلاش اسم الشيء بيرسونز. بضيف employees يبقى employees، بضيف مثلا patients يبقى patients كده. يعني في عندي get، دايما بنستخدم الجيت في شكلين. لما اقول get واسم الحاجه العامه يعني persons employees patients كلام من ده، بي return هي list of all persons in the database او all patients of the in the database او all يعني list. تمام، ممكن اعمل get وبحط برضو persons وسلاش ويوزر نيم او اي دي او اي حاجه يونيك، بقدر من خلالها ريتيرن 1 يوزر او 1 بيرسون او ان 1 امبلي الى اخره. تمام، يبقى انا بقول سلاش بيرسونز سلاش يوزرز كده بقدر ريتيرن. لما اقول سلاش بيرسون وفي بوت، يبقى كده عندنا اثنين جيت، اثنين جيت، جيت بتجيت لي ليست وجيت بتجيت لي 1 يوزر او 1 بيشنت او 1 ستودنت او 1 دكتور او ايا كان. خلاص، في كده وفي كده. اللي بيفرق معانا ان احنا بنحدد اليونيك كي عندنا بعد الايه، بعد السلاش. بوت لما نيجي نعدل دايما برضو لازم يكون نفس الشكل بتاع الجيت على الواحد ده. مور بيرسونز سلاش لازم احط حاجه يونيك عشان ابديت 1 رو ان داتابيز، ابديت حاجه واحده في الداتابيز عندي مش ابديت كل الداتا اللي عندي. وكذلك في الديليت، لما اجي اعمل ديليت لازم اقول مثلا اسم الشيء سلاش والحاجه اليونيك اللي تميزه عشان لما يجي يحذف يحذف ايه؟ يحذف شيء واحد. يبقى احنا كده عرفنا ال HTTP methods وعرفنا ال end points، لازم يبقى عندنا فاهمين دي وفاهمين دي. تمام؟ طيب. حاجه ثانيه برضو انوه عنها عن ال RESTful API. ال REST API stateless. يعني ايه stateless؟ مفيش ميموري بتحصل ما بينك انت وانت بتكلم السيرفر، ويبقى السيرفر عارف ان انت جيت ناديت مره ولسه قاعد بتنادي الثانيه ولسه قاعد بتنادي الثالثه، مفيش كده. تمام؟ هو بس الكونكشن، انت بتعمل الريكوست، ريكوست طلب. يروح الريكوست بينفذه ويعمل عليك ريسبونس وخلاص. بتنتهي، انت هتبعت ثاني بتعمل نيو ريكوست وهو بيبعت نيو ايه؟ نيو ريسبونس، لكن مفيش تخزين زي ما كان موجود في السيستمز القديمه زي الكوكيز والسيشنز وال حاجات كده كانت موجوده بتقدر تحافظ على الجلسه اللي ما بين الكلاينت وما بين السيرفر. ما فيش هنا جلسات ما بين الكلاينت وما بين السيرفر، كل ريكوست لوحده. تمام، طب بس دي فيها مشكله ان ساعات ببقى محتاج اعرف هو اللي بيطلب ولا مش هو اللي بيطلب، عشان كده
عشان ابقى عارف ان الشخص ده جه كام مره وعمال يجي هو صح ولا لا، ليه حق يخش ولا لا، حاجات كتير جدا لازم اعرفها. فعشان كده بتلاقي اغلب الاي بي ايز بتستخدم حاجه اسمها الاي بي اي كي. الاي بي اي كي، الاي بي اي كي ميكانيزم ده، ان اول ما انت بتطلب لازم الاول عشان تقدر تطلب لو ليك حق انك تطلب اصلا لازم يبقى معاك كي، لازم يبقى معاك كي. الكي ده هو عباره عن اي دي متشفر كده بيبقى موجود معاك، بحيث نتاكد ان انت شخص مسموح له انك تطلب الاي بي اي. تمام كده، اي بي اي كي ده الميكانيزم ده عشان نقدر نتراكك انت. طبعا لو معكش اي بي اي كي المفترض في اغلب السيستمز الاول بتعمل ريجستريشن وبيبقى لك يوزر نيم وباسورد وبتطلب اول طلب يديك الاي بي اي كي ده. تمام، يبقى معاك الاي بي اي كي خلاص، خد بتيجي تطلب الاي بي اي بتبعت الاي بي اي كي عشان اعرف انت ليك حق فيها ولا ماكش حق فيها ولا تمام ولا لا ولا كده. تمام، يبقى فكره الاي بي اي كي دي يبقى ده ايدنتيفاير محدد او معرف بيستلمه الكلاينت ايا كان ايه هو، كان موبايل كان ويب كان ديسكتوب كان اي حاجه، بيستلمه ويبعته مع كل طلب عشان اقدر اتاكد ان ده ليه حق، وهو بيعبر لي انا كسيرفر عن مين الشخص اللي بيطلب ده. تمام، طبعا الاي بي اي ممكن تكون بروتكتد محميه من خلال اللوجن بيوزر نيم وباسورد، ومن خلال بقى اوثنتيكيت الدخول بتاعتك واقدر ابعت لك اليوزر نيم والباسورد ولو انت ليك حق او مالكش حق، والكلام ده اللي انا وضحته مع الاي بي اي كيز بدون دخول في الفرق ما بين الاوثرايزيشن والاوثنتيكيشن والكلام ده لان مش موضوعنا خالص. لكن دي كانت فكره ان الاي بي اي ستيت لس. تمام، وازاي الريكوست بيحصل والاي بي اي كي. والسلام عليكم ورحمه الله.